أبنائي الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد لمادة الفنون البصرية. درسنا اليوم متعلق بمهارة التصميم بعنوان قباب ومآذن. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تحقق الأهداف التالية: أولاً، أن يتعرف الطالب على مصطلح التكرار في العمل الفني. ثانياً، أن يتذوق الطالب جماليات العمارة الإسلامية في اللوحات الفنية. ثالثاً، أن يصمم الطالب لوحة قباب ومآذن مبرزاً عنصر التكرار. رابعاً، أن يلون الطالب تصميم لوحة قباب ومآذن بالألوان المناسبة. الله أكبر، الله أكبر. رفع الأذان وأقيمت الصلاة وتوجه الرجال للصلاة في المسجد. أعزائي، لقد أجاد المعماريون المسلمون بناء المساجد وتصميم قبابها ومآذنها، كما أبدعوا في تزيينها بالزخارف الإسلامية التي أبهرت العالم بجمالها. الآن أعزائي، ما رأيكم أن ننتقل لنتعرف على مصطلحات درسنا اليوم؟ المصطلح رقم 1: التكرار، هو توظيف الشكل خلال ترددات دون خروج ظاهره عن الأصل. أحبتي، يحقق التكرار علاقات ترابطية في تنظيم الأشكال والعناصر في العمل الفني، وتجعلها في ارتباط وتضامن فيما بينها لكي تخلق وحدة واستمرارية. ويعطي التكرار إحساساً بالانسجام والتنظيم الشامل، ويصبح للعناصر قيمة جمالية أكثر من كونها مجرد عناصر في اللوحة. أعزائي، يشكل التكرار خاصية فريدة في الفن الإسلامي، وقد أدى ذلك إلى تكرار الموضوعات الزخرفية على العمارة والتحف الإسلامية تكراراً لافتاً للانتباه بطريقة تعكس القيم الجمالية للفنون الإسلامية. حان دورك عزيزي الطالب لتختبر ما تعلمته. السؤال الأول: خلال 3 ثوان اختر المصطلح المناسب للعبارة الآتية. تقول العبارة: هو توظيف الشكل أو الأشكال خلال ترددات دون خروج ظاهره عن الأصل. هذه العبارة تصف أي مصطلح؟ هل هو الإيقاع؟ أم التكرار؟ أم الانسجام؟ فكر معي عزيزي الطالب. أحسنت، التكرار. فلننتقل للسؤال الذي يليه. السؤال الثاني: عزيزي الطالب، خلال 3 ثوان اختر الصورة التي تعبر عن التكرار في الفنون الإسلامية. هل هي الصورة رقم 1؟ أم الصورة رقم 2؟ فكر معي. أحسنت عزيز الطالب، إنها الصورة رقم 2. أحبتي، دعونا نتعرف على عناصر العمارة الإسلامية ونذكر بعضها، وهي المئذنة والقبة والصحن والمحراب. وفي درسنا اليوم سوف نركز على المئذنة والقبة. فالمئذنة من العناصر المميزة في المساجد الإسلامية، وتعرف بأنها وحدة معمارية رأسية البناء، وقد وجهت لها عناية كبيرة في التصميم والتنفيذ، وتتفاوت في أحجامها وارتفاعاتها. أما القبة أعزائي، فتتميز عادة بالشكل النصف كروي أو المخروطي ذات سطوح مزينة بالفسيفساء أو مطلية بالذهب، وتصنع من مواد مختلفة،
وتزين بالزخارف الهندسية أو النباتية فضلاً عن الحروف والآيات القرآنية. نتأمل أعزائي هذه اللوحة الجميلة والتي تركز على موضوع القباب والمآذن وتعكس في جوهرها جماليات العمارة الإسلامية، فنرى أن الفنانة استخدمت التكرار في العناصر المتمثلة في المآذن والقباب وبأشكال وأحجام مختلفة وتوظيفها في وحدات متناغمة في اللوحة، فحققت تكويناً متزناً وإيقاعاً متميزاً. كما تميزت الفنانة في اختيار الألوان المنسجمة التي حققت أبعاداً جمالية وساهمت في بناء العمل. والآن حان دورك عزيزي الطالب، عبر بأسلوبك الخاص عن التكرار في الصورة الآتية. ما رأيك في هذه الصورة وعناصرها؟ فكر معي. أحسنت. نلاحظ عزيزي الطالب أن في هذه الصورة تكراراً متزناً بين أشكال المآذن والقباب، حيث وزعت العناصر والأبنية المعمارية بأسلوب وإيقاع منظم وبأحجام مختلفة لتشكل لنا وحدة متناغمة وتكويناً متناسقاً. أحبتي، حان وقت الإبداع، فلننتبه جيداً لخطوات الرسم والتلوين. 1- الاستعانة بدفتر التجارب التشكيلية Sketchbook في رسم الفكرة المعبرة عن الموضوع قبل تنفيذها في دفتر الرسم. 2- رسم مستطيل بقياس 15 سنتيمتراً في 20 سنتيمتراً باستخدام المسطرة وقلم الرصاص وبتأني. 3- استخدام أسلوب التكرار في رسم القباب والمآذن مع مراعاة تحقيق تكوين جميل للتصميم. 4- مراعاة التنوع في أحجام وأشكال القباب والمآذن وتوزيع العناصر. 5- تلوين العناصر بألوان متناسقة ومناسبة للموضوع. عزيزي الطالب، أجهز أدواتي من دفتر الرسم وقلم الرصاص والمسطرة ودفتر التجارب التشكيلية. هنا أبدأ بتجربة رسم بعض أشكال القباب والمآذن في دفتر التجارب حتى أتقن رسمها قبل أن أبدأ برسمها في تصميمي. عزيزي الطالب، أقوم بوضع دفتر الرسم بشكل رأسي وأبدأ برسم مستطيل بقياس عرض 15 سنتيمتراً وطول 20 سنتيمتراً بالمسطرة وبتأني وبخط خفيف. أبدأ عزيزي الطالب برسم القبة الأولى في منتصف المستطيل بحجم متوسط هكذا، وأبدأ بتزيينها بأشكال هندسية مكررة والتي تعكس لي جماليات الزخرفة الإسلامية على القباب هكذا. سأمسح الخطوط الزائدة وأكرر شكل القبة بشكل مرتب ومتزن. أكرر أيضا رسم شكل المآذن، وهذه المرة تكون متباينة الحجم والطول ومناسبة لمساحة تصميمي. أزخرفها بأشكال هندسية مكررة وزخارف خطية مكررة هكذا. لا ننسى بأن الموضوع قد يكون صعبا قليلا، ولكن مع بعض التدريب سنتقن لوحتنا هكذا. نزين المأذنة ونضيف أيضا بعض نوافذ لمأذنتنا وقبتنا. ها هي اللوحة الأولى. الآن سأبدأ أعزائي برسم تصميم مختلف قليلا. هذا النموذج مختلف قليلا، فأبدأ أنا هنا برسم قوس
مساحة المستطيل هكذا قوس بسيط. نستطيع أيضا أن نرتبه حسب نظرتنا للتصميم. أبدأ الآن أعزائي برسم القباب بحجم متوسط هكذا، ولا أنسى أن أزينها بتكرار زخارف هندسية وخطية مناسبة. أنا أكرر بعض القباب وأجعل حجمها مناسبا لمساحة التصميم، فلا تكون كبيرة جدا ولا تكون صغيرة جدا. أيضا أبدأ بتكرار أشكال المآذن مع القباب التي سبق ورسمتها وزينتها هكذا. لا ننسى أن نضيف أعزائي الطلبة بعض التفاصيل البسيطة مثل النوافذ والأبواب لقبابنا ومآذننا لتعطينا قيمة جمالية لتصميمنا هكذا. أجهز أعزائي ألواني الخشبية، وأرجع دائما لدائرة الألوان لاختيار الألوان ودرجاتها بتناسق. أبدأ بالتلوين بتأني وباتجاه واحد هكذا، أضغط ضغطا خفيفا على اللون لأغطي الفراغات البيضاء هكذا. أبرز الزخارف وحتى النوافذ بلون يتناسق مع لون القبة، وليبرز جمالها بتصميمي. ألون المأذنة بلون فاتح، وأختار درجات مختلفة لتلوين مآذني، فكلما تنوعت درجات الألوان وتناسقت كلما كان لتصميمي قيمة جمالية أكثر. ألون بتأني هكذا، ولا ألون النوافذ بنفس اللون، لا، بل أختار لها لونا مختلفا متناسقا مع اللون الذي اخترته لتلوين المأذنة. ألون باقي القباب بألوان مختلفة عن المآذن والقباب الموجودة في التصميم، وكلما تنوعت الدرجات وتناسقت فيما بينها كلما برزت قيمتها الجمالية. ألون الزخارف الدقيقة بتأني وبلون مختلف قليلا عن لون مساحة القبة ومساحة المأذنة هكذا بتأني. أكون حذرة في تلوينها لأن مساحتها صغيرة جدا هكذا. أما مساحة خلفية تصميمي فيفضل اختيار لون فاتح لتلوينها وباتجاه واحد، ونراعي التأني في التلوين عزيز الطالب. وها هو تصميمي الجميل على وشك الانتهاء. ما أجمل ألوانه! عزيزي الطالب، هذه بعض الصور الإثرائية لتلهمك بأفكار إبداعية. أعزائي، هذا ملخص درسنا اليوم. 1. تعرفنا على مصطلح التكرار. 2. تأملنا لوحات تعكس جماليات التكرار في الفن التشكيلي والفن الإسلامي. 3. صممنا لوحة قباب ومآذن. 4. لوننا تصميمنا بالألوان المناسبة. أعزائي الطلاب، لا تنسوا مشاركتي بلوحاتكم الجميلة، وأنا على يقين بأن تصاميمكم ستكون في غاية الجمال والروعة. أعزائي، لا ننسى من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز
عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. دمتم سالمين وبالتوفيق والإبداع.